أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة: ماذا نراعي في وضع برنامج شهر رمضان؟ وأقدم هذا إن شاء الله في نقاط: أولا، مقدمة عامة، ثانيا، ماذا يجب أن يراعى، ثالثا، ثوابت برنامج رمضان، رابعا، خاتمة. في المقدمة أقول بالله أستعين. تعرفون رحمكم الله رحمة الله تعالى بالعباد، فالله عز وجل رحيم بعباده، ومن مظاهر هذه الرحمة شيئان أساسيان: الأول أنه جعل لهم مواسم للطاعات، هذه المواسم يتضاعف فيها الأجر بشكل جميل جدا، إلى 10 أضعاف، إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى ما فوق ذلك. ثانيا، من مظاهر هذه الرحمة أن الله جل وعلا جعل ميزان الثواب والعقاب لصالحنا، فأدى أو أعطى الثواب الجزيل على العمل الصالح، بينما العمل الطالح يجعل جزاءه أقل من ذلك بكثير. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولا يمكن أن يعطيك منحة كهذه، يعني كرب العزة جل وعلا. ثانيا، إن رمضان فرصة لا تعوض، موسم فريد من نوعه، فضله الله تعالى وأكرم به هذه الأمة المحمدية، فيا خسارة من ضيعه، ويا ندامة من لم يستغله. والذي يجعلك تستفيد منه ولا تضيعه أن تجعل لك برنامجا، لأن البرنامج يحارب أمورا كثيرة أخص بالذكر منها أمران. الأمر الأول أن البرنامج يحارب العشوائية والفوضى، لأن العشوائية والفوضوية من الناس لا يحققان شيئا، بل يدور أحدهما في الحلقة المفرغة ويجد نفسه في الأخير عند نفس النقطة التي انطلق منها. ثانيا، البرنامج يحارب التسويف، فالمسوف كذلك لا يحقق كثيرا. إنسان اللي تيقول حتى الغدا، حتى البعد غدا، باقي رمضان طويل إلى آخره، ينتهي رمضان ولم يخلف له شيئا، يعتز به، لأن رمضان كما وصفه الله تعالى أيام معدودات، يمر كلمح البرق أو هو أشد. النقطة الثانية: ماذا يجب أن يراعى في برنامج رمضان؟ يجب أن تراعى أمور كثيرة، نظرا لضيق الوقت أقتصر على 4 منها وهي أساسية. أولا، نراعي في برنامج رمضان المرونة، بأن نجعله برنامجا
متحركا، لأنه تهب عليك الطوارئ، وهذه المرونة تجعلك تروض تلك الطوارئ فتنتصر عليها، فتحدد عملا لوقت معين، فإذا جاء طارئ أوتوماتيكيا تحول ذلك العمل إلى وقت آخر ولا تتركه. الأمر الثاني أن تراعي النوع وليس الكم. صحيح الكم كذلك مطلوب، ولكن الإتقان مطلوب أكثر منه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صنع شيئا فأتقنه. ثالثا، لا تكثر، لأن الإكثار مسألة سلبية أكثر منها إيجابية. الحالمون من الناس عادة لا يحققون أي شيء، ولذلك فالمكثر تختلط عليه الأمور، تكثر عليه الأشياء وتختلط ويغلب، كما قال الشاعر الحكيم: تكاثرت الضباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد. ثانيا، المكثر يغلب فيترك كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نراعي رابعا في وضع برنامج رمضان التدرج، بأن تبدأ متوسطا ثم تجدد السرعة شيئا فشيئا حتى تصل إلى نهاية الشهر الكريم. وشهر رمضان المبارك قد قسم تلقائيا إلى 10 أيام، فعشرة فعشرة. في العشر الأوائل تنطلق انطلاقة متوسطة، في العشر الأواسط تزيد من السرعة، وفي العشر الأواخر تصل إلى ذروة النشاط. خامسا، من ضمن ما يجب أن يراعى، عدم استبدال الفاضل بالمفضول. ما معنى المفضول؟ المفضول من الأعمال إما أن يكون أقل أهمية، أو يكون أقل أجرا. يجب على المسلم أن يكون ذكيا، أن يكون كالتاجر الناجح الذكي، يختار ما خف حمله وغلى ثمنه. النقطة الثالثة في هذه الكلمة المتواضعة: ثوابت برنامج رمضان. كما ذكرت في المقدمة معشر الصالحين والصالحات، هذا الشهر الكريم يضاعف فيه العمل ويضاعف فيه الأجر والثواب، كما ورد في الحديث: من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه. ولذلك نضع من ثوابت هذا البرنامج ما خف حمله وغلى ثمنه. ومن أمثلة ذلك: أولا، الصلوات الخمس. الصلاة كالماء، من الماء يخلق كل شيء، ومن الصلاة ينبت كل شيء.
نجاح الدين والدنيا يأتيان من الحفاظ على الصلاة. وقد يغلب المسلم عن صلاة الجماعة في بعض الأوقات خارج رمضان، ولكن فليعاهد الله في رمضان على أن يحرص على أن يؤديها في أوقاتها ومع الجماعة. وكما نعرف كذلك أن المساجد بيوت الله في الأرض مهيئة لاستقبال أحبابه، فاحرص في رمضان بالذات وفي كل أيامك على أن تكون من قاصدي هذه البيوت ليكرمك الله. ثانيا، القرآن الكريم، يجب أن لا يمر عليك يوم إلا وتفتح المصحف. إن اليوم الذي لا تقرأ فيه شيء من القرآن يوم ضائع، يوم ليس من حياتك. وليحرص الإنسان على أن يختم القرآن في رمضان مرتين، أو على الأقل مرة واحدة. ثالثا، ضع في برنامجك ما تيسر من النوافل، تزود من هذه النوافل ليوم لقاء الله، وركز بالدرجة الأولى على الرواتب المعروفة في السنة، ما قبل الظهر وما بعده، وما قبل العصر وما بعد المغرب، وقبل العشاء وبعد العشاء كذلك. ثم أضف إليها التراويح ما تيسر، ثم صلاة الضحى ولو في بعض الأيام. العنصر الرابع في هذا البرنامج الصدقة، تصدق ولو بدرهم واحد أو ما يشبهه أو أقل منه، درهم كل ثلاثة أيام مثلا. وتصدق كذلك بالطعام وبفضل اللباس، فبهذه الأمور تنفس عن فقير وضعيف كربة من كرب الدنيا، فينفس الله تعالى بذلك عنك كربة من كرب يوم القيامة. ويستحسن بالنسبة للمسلم إذا كان البرنامج ديال الزكاة دياله تيسط في هذا الوقت من السنة أن يخرجها في شهر رمضان، لأنه قضية أن الأجر يضاعف، يجب أن نستحضرها دائما في مثل هذه الأعمال. سادسا، احرص أيها العبد الصالح أيتها الأمة الصالحة، احرصي على أن يفقدك الله حيث يجب أن يفقدك، وأن يراك حيث يجب أن يراك. احرصوا على أن يفقدكم الله حيث يجب أن يفقدكم، وأن يراكم حيث يجب أن يراكم. وهذا هو مجمل ما هو مطلوب ومقصود. نقطة أخرى، تجنبوا الغيبة والنميمة. نعرف بأن الغيبة والنميمة هو إحراق تعب سنين من الحسنات في دقيقة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا مررت بقوم يغتابون أو يقعون في النميمة فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. خاتمة، معشر السادة والسيدات، رمضان هو شهر التجارة وكل الناس يتاجرون، ولكن التجارة مع الله هي الرابحة، فالزمها تكسب الدنيا وتكسب الآخرة. ثانيا، يجب أن نعرف أن رمضان مجرد محطة تدريب. ما دربنا عليه أنفسنا في رمضان يجب أن نلتزمه خارج رمضان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.